بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنتكلم في الشريط ده عن إخوان الصفا، فلسه برضه في الجزء الأولاني. أنا كنت عن الرسالة 44، لكن في الجزء الأولاني اللي هو من الرسالة رقم 1 للرسالة رقم 14، الجزء الأولاني، لأن احنا قلنا 4 أجزاء أو 4 مجلدات. فالجزء الأولاني اللي هو فيه 14 رسالة، ففي حاجات عاوز أبينها وأراها قبل ما تنيل للرسالة 44. فمن الحاجات اللي قابلتني إخوان الصفا كاتبين فصل في أن المنجم لا يدعي علم الغيب فيما يخبر به من الكائنات. يعني المنجم اللي بيضرب الودع، اللي بيشوف البخت، اللي الحاجات دي كلها دول، او اللي بيشوف عن طريق النجوم والحاجات دي، ده ما اسمهوش علم الغيب، ما اسمهوش ايه الغيب. ليه؟ ده اللي اخوان الصفا بيقولوا. طبعا اخوان الصفا احنا قلنا جايبين من التوراة، وجايبين من الانجيل، وجايبين من المجوس، وجايبين من فلسفة اليونانية، وجايبين من الاسلام، وهم طبعا شيعة. فقلنا في فصل اللي هو بتكلم عليه ان المنجم لا يدعي علم الغيب فيما يخبر به من الكائنات. فبقول ايه هم بيقولوا، طبعا انا مش هعرفها رايا، انا هقول فكرتها. كثير من الناس بيظنوا ان علم احكام النجوم، الناس اللي بتتعامل مع النجوم، هم بيدعوا الغيب. فهم اخواني صواب بيقول لك ده الكلام ليس صحيح في ظنهم، لأن علم الغيب هو أن يعلم ما يكون بلا استدلال ولا علل. يعني علم الغيب في نظرهم، وطبعا ده التفسير عجبني، علم الغيب في نظرهم هو أنك أنت بدون استدلال وبدون إيه، وبدون استدلال ولا بدون علة ولا سبب من الأسباب. وفي اللحظة دي ما حدش بيعرف العلم ده، علم الغيب، إلا ربنا سبحانه وتعالى. هم قالوا كده. فلا منجم ولا كاهن. الكاهن اللي هو برضو بيعرف يخبرك على حاجات مستقبلية، بس عن طريق الاستدلال والأسباب. ولا كاهن ولا نبي من الأنبياء، ولا حتى الملائكة تعرف موضوع إلا علم الغيب ده. فعلم الغيب هو انك تعرف حاجات بدون استدلال او بدون ايه اسباب. وده بنلاحظه مثلا عندك في الاخبار، بيجيب لك النشرة الجوية يقول لك الطقس خلال 3-4 ايام اللي قدام، هو مستدل عن طريق الفلك وعن طريق النجوم. فهو مش جايبها كده اعتباط. لا، هنا اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.